يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه البلاد ولله الحمد تنعم بالخير والأمن والإيمان، لا سيما في هذا الشهر، شهر رمضان المبارك، فإن ولاة الأمور في هذه البلاد وفقهم الله قد هيأوا للمسلمين كل الوسائل التي تعينهم على اغتنام فضائل هذا الشهر المبارك. وفروا لهم الطعام والشراب وما يحتاجونه مما يعينهم على اغتنام هذا الشهر، وفروا لهم بعد توفيق الله سبحانه وتعالى الأمن، فهم آمنون متفرغون لعبادة ربهم، ولا سيما في بلاد الحرمين مكة والمدينة شرفهم الله، فإن هذه الدولة وفرت لمرتادي هذين الحرمين الشريفين والعاكفين فيهما والمتعبدين فيهما، وفرت لهم كل وسائل الراحة والتمكين، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بجهود هذه الدولة المباركة، وهذا مما يعين المسلمين على طاعة الله، تفرغ لعبادة الله في هذا الشهر المبارك وفي هذين البلدين العظيمين مكة والمدينة، وعمارة المسجدين، مسجد الكعبة في مكة المكرمة ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة. فقد صح في الحديث أن الصلاة في المسجد الحرام، الصلاة الواحدة، عن 100,000 صلاة فيما سواه من المساجد، وأن الصلاة في المسجد النبوي عن 1,000 صلاة فيما سواه من المساجد، وهذا فضل عظيم جعله الله في هذين الحرمين الشريفين اللذين يفد إليهما المسلمون من كل مكان. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على إعانة القادمين لهذين المسجدين الشريفين بما يهيئ لهم الراحة والطمأنينة، وأيضا تهيئة ما يحتاجون إليه من الطعام والشراب، كل ذلك موفر. الله جل وعلا قال في المسجد الحرام: والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. العاكف هو المقيم فيه
والبادي هو القادم إليه من الجهات، فهم سوى في هذين الحرمين، لا يضايق أحدهما الآخر. والله جل وعلا قال في المسجد الحرام، قال في المسجد الحرام جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.